نتحملوا النتيجة، نتحمل مسؤوليتي أنا في النتيجة. حاولنا ظهر لي الأولاد ما قصروش، عملوا ماتش كبير، تحكمنا في وسط الميدان، جونا دي زوكازيون، رجعنا في النتيجة. تعرف كي تقبل بونتو بكري شوي تبقى تجري ورا الكورة، هذا اللي قلقنا شوي. رجعنا في السكور، مالوريزمون ديريكتومون قبلنا البونتو الثاني هو اللي صعب الأمور شوي. في المجمل راضي على البريستاسيون تاع الأولاد، على الروندمون ما قصروش، عطاوا اللي عندهم لآخر لحظة. مي في الأخر في الفوتبول تنحسب هي النتيجة. نقولوا احنا قدر الله ما شاء فعل، إن شاء الله الجاي خير، نعاودوا نخدموا، نعاودوا نلوجوا لسوليسيون، وإن شاء الله ربي يوفقنا في بقية 3 بوان، نجيبوا الماكسيموم دي بوان، نعرفوا ثم بونيس، ثم النقاط الحوافز نحاولوا نخمموا فيهم، وإن شاء الله مستقبل الاتحاد بن قلدان يكون خير منك إن شاء الله.